واكتشف يعني في ليلة عرسه إن زوجته تعاني من إنها تجمع بين صفتي الذكر والأنثى في آن واحد، وأن لديها عضو ذكري وكان اسمها محمد قبل إجراء الجراحة لها وتحويلها إلى أنثى. اكتشفت إنها تجمع بين الصفتين الذكر والأنثى. طلبت من أهلها إن هم يجوا، قعدنا. طبعا ما حدش عرفك في ليله خطبتها قد ايه؟ خطبتها سنتين. سنتين؟ اه، ما حدش عرفني حاجه خالص. قلت له لما في ليله الدخله لقيت لقيت ان العضو الذكري تجمع بين الصفتين الذكر تجمع بين الصفتين الذكر والانثى، لان لقيت العضو الذكري ملتصق بالشفرتين وبها مخرج واحد، المخرج اللي عندها بينص على الشيئين البول والسائل المنوي، ولا يكون به بكر رشيد وهو الغشاء البقاره، فهذا من نصوص الدين والشرع فهو باطل. معانا النهارده لايف جديد من داخل محافظة البحيرة، طبعا يعني لايف يعني بتحمل قصته قصة غريبة شوية. طبعا معانا يسري، تزوج من يعني زوجة هنا يعني في قرية جنبه، واكتشف يعني في ليلة عرسه إن زوجته تعاني من إنها تجمع بين صفتي الذكر والأنثى في آن واحد، وأن لديها عضو ذكري وكان اسمها محمد قبل إجراء الجراحة لها وتحويلها إلى أنثى. محمد يسري هيحكي لنا يعني تفاصيل القصة، طبعا تعتبر أغرب من الخيال إن يعني اكتشف إن زوجته ولد، فطبعا يعني قصة غريبة هيحكيها لنا طبعا يعني بطل القصة يسري. معانا يسري شوقي هيحكي لنا ايه اللي حصل معاه مع زوجته اللي اكتشف ان هي ولد. اهلا بك يا استاذ محمد. والله اللي انا اكتشفته ليه دخلتي ان انا قدمت للناس ديت وخطبت بنتهم، وساعه ما حددت الدخله 21/8 دخلت لقيتها بتجمع ما بين 21/8 امتى؟ 2020. واكتشفت ان هي بتجمع ما بين الصفتين الذكر والانثى. وطلبت من اهلها ان هم يجوا، قعدنا. طبعا ما حدش عرفك في خطبتها قد ايه؟ خطبتها سنتين. سنتين؟ اه، ما حدش عرفني حاجه خالص بالموضوع ده. طبعا اتصلت باهلها. طب انت في خلال السنتين دول ما اكتشفتش وانت قاعد مثلا معاها في السنتين ان اي حاجه؟ لا طبعا ما اكتشفتش حاجه خالص، لان اي شاب ما ياخدش باله من حاجه زي كده ولا يتخيلها ان هو يكون حاجه وفيها بتجمع بين الصفات. تمام. اكتشفت ده ليله الدخله. عملت ايه بقى؟ يعني اول خطوه خدتها ايه؟ قمت بالاتصال باهلها وجم، وقال لك ده عايز عمليه توسيع، وخبوا عليا الامر وحقيقته. بعد كده عرضتها على الأطباء، والأطباء طلبوا تحاليل وأجريت لها عملية تانية، عرفوني إن هي بتجمع بين الصفتين الذكر والأنثى. يعني هم قالوا لك بعد ما أنت اكتشفت؟ بعد ما هم ما قالوا لكش حاجة في الأول؟ لا، بعد ما أنا اكتشفت عرفوني وطلبوا مني تحاليلات، سافرت القاهرة بعد ما جمعتها، عملت تاني عملية عند الدكتور تامر حنفي في اسكندرية. والدكتور عرف لي حقيقة الموضوع اللي هي بتجمع بين الصفتين. طلبت الاوراق اللي معاهم وخدتها من الدكتور، وبعد كده جمعت الاوراق وطلبتهم وتاخد حاجتكم، مش عايز منكم حاجه خالص، وربنا يعوض عليا. بعد انت اتنزلت عن كل حقوق، اتنزلت عن كل حقوق، عرفت بقى ان خلاص ان كل حقوق اتنزلت عنها، قلت لهم يجي ياخد عشان كله ما جابوه، وربنا يعوض عليا. رد جدها عليا، قال لي زعف في الميكروفونات وهنا يعني ايه زعف في الميكروفونات؟ يعني اللي انت عايز تعمله اعمله، روح زعف في الميكروفونات. يعني احنا اللي هو مثلا روح قول للناس مفيش مشكله، روح قول للناس احنا مفيش مشكله عندنا، الناس عارفه كل الموضوع بتاع بنتنا. لان الكره بتاعتهم عارفه وضع العمليه اللي البنت عملتها. بس خبوا عليا والناس كلها خبت الموضوع ده. بالتالي مرضوش، استجابوا للكلام، قعدنا قعده، والقعده حكمت له وطلعت لحق، قلت لهم مش عايز يجي ياخدوا. يعني انتوا حاولتوا تتصالحوا بشكل ودي؟ قعدنا بشكل ودي مع دار الافتاء، ناس من دار الافتاء، الشيخ جمعه ابو اليمن من الصفاصيف، والراجل حكم لي بحق، قلت له ما يلزمنيش ياخدوا حقوقهم، حاجتهم. يعني انت اتحكم لك انت في الجلسه العرفيه؟ يعني اتحكم في صفك انت؟ اتحكم لي في صفك وانت اتنزلت؟ وانا اتنزلت بالمبلغ، قلت مش عايز حاجه. فقلت لهم مش عايز، لا ما استجابوش. يعني هو زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بقى بالمعروف، هم ياخدوا حاجتهم وخلاص. لا، هدوا القعده وما استجابوش، وهددوني بالجد لو ما سلمتهمش الاوراق اللي معايا. هددوني بالجد لو ما سلمتهمش الاوراق. وبعد كده راحوا اشتكوني في محكمه الاسره بالنفقه وتسليم المقولات
ونفقت متعة، فقمت قبل منهم بالشكوى، قدمت بيها للنيابة، لجهة النيابة، وطلبت من النيابة عرضها للطب الشرعي والاختصاص. وطبعا المحضر قام 6 مرات وتم حفظه بعد فترة تحقيق قضاء. هو طبعا عايزين نقول ان المحضر طبعا يعني قيد التحقيقات، يعني طبعا وجهه التحقيقات طبعا هي اللي هتفصل في القضيه، مش طبعا احنا طبعا ده احنا مش النيابة سدد القانون على دماغنا كلنا، وده نيابة عادلة، طبعا النيابه القضاء طبعا هيفصل. القضاء طبعا نثق في القضاء المصري طبعا ان هو يفصل في احنا القضيه. عندنا سيادة النائب العام من الناس المحترمة طبعا الشخصية نثق في القضاء القوية، المصري عموما ونثق في يعني القضاء في مصر المصري، ويصف طبعا في النائب ووزير العام. العدل من الشخصيات المحترمة جدا، مش هيرضاه الظلم اللي وقع هو طبعا يعني بالقسوة. جاي التحقيق اللي هتفصل. جهات التحقيقات اللي هتفصل ما بين وطبعا الاثنين. الاطباء المتخصصين هم برضو اللي هيثبتوا كان مراتك كانت فعلا ولد بتجمع بين الصفتين او لا، وده اللي لان انا طبعا احنا انا مش اطباء، انا لا مش طبعا طبيب. وده اللي انا بتمناه، ان الطب الشرعي اللي يثبت مفصل ما ان بين شاء الله الاثنين. طبعا يعني احنا برضو نثق طبعا زي ما قلنا في النيابه، طبعا والنيابه طبعا هي اللي هتفصل في القضيه، والاطباء بقى المتخصصين سواء طب شرعي او اطباء متخصصين عموما هم اللي هيثبتوا ان هي بتجمع فعلا بين الصفتين، او انت مثلا ممكن انت تزعم ذلك، احنا ما طبعا نعرفش انا بتمنى، لانك طبعا انت طرف. ان هو عرضهم على الطب الشرعي والشرعي يفصل ما بيننا، لان في اشياء مخفيه في الاوراق في اجراء العمليه التي قامت بها بالتحويل. هي انت اكتشفت ان طبعا زي ما قلنا ليله الدخله ان هي بتجمع بين الصفتين. ايه الاجراء القانوني انت خدته يعني بعد بقى اتخصت وقلت هم عرفوك بعديها اهل الزوجه؟ ايه الاجراءات القانونيه اللي انت اخدتها؟ هما ما عرفونيش بعديها، ده هما خبوا عليا الحقيقه على مدار 3 شهور وانا بعمل لها عمليات وبصرف. يعني انت كمان بعد ليله الدخله قعدت 3 شهور مش عارف حاجه. بصرف ومخبين عني، بعمل تحاليل وبسافر القاهره عن طريق معمل الف، وبعد كده جبت التحاليل مدار 3 شهور بعد ما خرب بيت مصاريف وديون. يعني انت يعني عايز تقول ان انت انفقت اموال كثيره في التحاليل وكده يعني. تنيت اصرف استلف من الناس واتدينت بسبب ان انا بعمل لها عمليه، وعملت لها عمليه عن طبيب تامر حنفي بالدين، وفي الاخر اكتشفت انها بتجمع بين الصفتين الذكر والانثى. فطبعا انا حياتي اتدمرت، لان انت حضرتك دورت عشان تقول ان انت يعني ايه يعني انت قبل ما التسجيل ان انت طبعا يعني دخلت البطوله، دخلت مديون اصلا في جوازتك. داخل مديون في الجواز، وانت اصلا بطوله عامل اصلا يعني شغال على دراعي، اليوميه انا شغال على دراعي وطالع مديون من فرحي، واني انت اكتر بعمليات ليها وتحاليل على مدار 3 شهور، ولكن ما استكفوش واستجوا. هو طبعا ما فيش استقواء طبعا، طبعا يعني جاي التحقيق طبعا ما فيهاش يعني لما نيجي تفصل ما فيش اسمها استقواء يعني. استجوا على يسري، لا مش ما استجوا يعني علينا كراجل ضعيف قدامنا. لا طبعا انا يعني فطبعا القضاء هو اللي هيفصل، وجاي التحقيق اللي هتفصل، وطبعا ان شاء الله يعني ايه ان شاء الله هي اللي تفصل بين اللي انا واثق في القضاء، ان شاء الله قضاء عادل مش هيظلمني، لان انا راجل ما دخلتش بها دخله شرعيه ولا بها بكر ولا اي شيء كانثى متكامله الانوثه، انها انثى غير مكتمله الانوثه، لا تكون بكر، وده في حد ذاته في الشرع قانون الشرع نص اذا اختبى شيء عن الزوجين ولن يقبل بعضهم بعضا من اساس ابطال عقد الزواج المترتب عليه، وكما نص عليه القانون الشرعي هو نصوص الغش والتدليس. انت بتقول ان هي عملت عمليه تقريبا مش عارف 9 سنين كانت هي 9 سنين اصلا كانت يعني كانت ولد. يعني احكي لنا برضو عنها. كانت 9 سنين ولد لحد ما عملوا له العمليه في سن 9 سنين، بس اجروا تغيير الاسم بعد 5 سنوات في قيد الدفتر المواليد. يعني هو عنده يعني اصلا مولود محمد، مواليد 97 محمد، مولوده مواليد 97 محمد، لحين 5 سنوات لتاريخ 2002 غيروا اسم محمد لما اكتشفوا ان الهرمونات الانوثه بتتغلب على الذكوره. بعد كده اجروا عمليه تحويل لها في سن 9 سنين، لان الطب اثبت ان عمليات التحويل بتجرى في سن 9 سنين، يعني كان على مدار لسنه رابعه ابتدائي او خمسه ولد بيلعب في الشارع وبيجري، وشهاده الميلاد ولد، وشهاده الميلاد ولد. والكيد التحويل جبت ما استكفتش بشهاده الميلاد من دفتر الاحوال، ولكن جبت كيد تحويل بشخص فيه تم التصليح بناء على قرائة الاحوال المدنيه مواليد 97 سنه 2002، يعني معنى كده اثبت ان هو ولد بالفعل، لا يكون خطا مادي وهو خطا كتابيا بين يوم او اتنين في اتجاه المولود. واجروا العمليه وعندها 9 سنين. اجروا العمليه في سن 9 سنين. بس انت اجروا العمليه وبرضه انت بتقول لما في ليله الدخله لقيت لقيت ان العدو الذكري بتجمع بين الصفتين الذكر ما بين الصفتين الذكر والانثى، لان لقيت العدو الذكري ملتصق بالشفرتين وبها مخرج واحد، بالمخرج اللي عندها بينص على الشيئين البول والسائل المنوي، ولا يكون به بكر رشيد وهو الغشاء البقاره، فهذا من نصوص الدين والشرع فهو باطل. انت بتقول ان انت يعني خلاص يعني اكتشفت الموضوع وعرفت الموضوع طبعا بعد خلال سنتين خطوبه، سنتين خطوبه سنتين تقريبا خطوبة. صح؟
وقلت يعني والجلسات اللي هي المفاوضات الصلح اللي بينك وبين اهل زوجتك، يعني انت بتقول ان هي حكمت لك انت، حكموا له ان انت طبعا يعني تم خداعك على مدار سنتين. سنتين طبعا. وقلت انا متنازل عن كل عن حقوقي وان هي تاخد حقوقها. تاخد كل ما جابته حقها، لكن انا الجامعه انا جايب فيها الخشب والموبيليا والاجهزه الكهربائيه والفرش والقعده الركنيه. يعني انت عرفت حاجتي انها تاخد حاجتها اللي جابتها حاجتها كلها. بما يرضي الله، وقلت انا نصيبتي اخف من نصيبتهم وربنا عاد علي. احتسبتها بسوء الجهل ان هم فهموا ان الطب بيقول لهم ان بقت انثى. لا، الطب بقى رجالكم كناحيه واحده، ان هو بيخليكم يا ذكر يا انثى حسب الهرمونات. لكن الطب ما كتبلكوش اقرار بيقول لكم العريس اللي هيتقدم لبنتكم جوزوه، ادوها لاي عريس، ادوكم قرار ان هو بيشيل المسؤوليه. الطب لا، انفى نفسه من انت عرضت وقلت خلاص انا مش عايز حاجتي، وتنازلت وخلاص. هم رفضوا. هم رفضوا. انت بتقول كمان رفعوا عليك قضايا. رفع قضايا ولفعوا لي اصالات امانه. لا، خلينا في رفع القضايا. رفع قضايا. انت بتقول قايمه اللي انا من القضيه الزوجيه، تسليمات مقولات وانها متعه نفقه ودي حاليا يعني في جهاز التحقيق. بجد خلاص هيقوم باب التنفيذ ظلما. يعني مش عايزين نقول طبعا ظلما، طبعا جهاز التحقيق طبعا بنثق فيها طبعا تفصل في ذلك. ولكن انت بتقول ان هم يعني لا يعني ما اكتفوش بخداعك، لان عايز اللي اقول يعني ما اكتفوش بخداعك، ولكن رفعوا كمان عليك قضايا. رفعوا قضايا اشتكوني بيها في محكمه الاسره وما استجابوش. بعت لهم ناس يا برضه نحلوا، مفيش فايده. اتجبروا ظلما ولا استجابوا لاي حد من الناس من اطراف الاهالي كلها هنا. وانا تعبت في القضاء، ما عادش قادر، انا مش عارف اعمل ايه تاني خلاص. وصلت ليه دلوقتي؟ يعني اخر يعني دلوقتي ايه اللي وصلت له مثلا بينك وبينه؟ وصلت له اللي بالنسبه للمحكمه ان هي حكمته، واما بالنسبه للمحكمه بالنسبه للقايمه والنفقه والمتعه الجايمه اللي هو تسليم المقولات والمتعه والنفقه محكومه، وانا ما دخلتش بها في دخله شرعيه وهي معاشره الازواج. والطب الشرعي يفصل في كده. الاطباء المتخصصين يفصلوا في ذلك. يعني هيفصلوا ان كان الراجل ده اطباء احنا يعني. ان كان الراجل ده بيقول حرف غلط انا اتحاسب بيه. لو ما اجرتش العمليات دي في جسمها طب المتخصصين الاطباء هيفصلوا بكده. انا بقول لهم اعرضوها طب شرعي، هياكدوا كل كلامي في الورق، انا ما بصدمش. اعتبر ان انا كلامي مزور والورق اللي هو طبعا انت بتزعم ذلك. خليني انا بدعي ظلما والورق اللي هو موثق من الاحوال المدنيه كل ده، انا اعتبر انا راجل ما يعتبر جابه تزويرا، وانا بثق في القضاء المصري وفي الطب الشرعي. ان هم طبعا اللي يفصلوا في هذه القضيه يفصلوا بالطب الشرعي. الشرعي وجهاز التحقيق هي صاحبه الفصل. ولكن ان انا اوراقي سليمه مختومه بختم الاحوال المدنيه والنسر عليها ما اجرتش واختم مورخه صحيحه. لكن ازاي ان انا برضه ان هي فعلا كانت ولد وتحولت انثى. وان هو تم بتقول تم خداعك على مدار خداعي. سنتين. تم خداعي، وكان زواج اصلا يعني صالونات. تمام. حد رشحها لك؟ حد رشحها لي، فرحت اسال عنها، قال ناس كويسه، ما حدش قال لي حاجه، ما حدش عرفنا اي حاجه خالص. واحنا ناس في حالنا، لا ظلمنا ولا عمرنا اذينا حد في حياتنا. قعدت سنتين في فتره الخطوبه. وطبعا ما اكتشفتش حاجه طبعا في فتره الخطوبه. لا ما اكتشفتش اي حاجه خالص من الموضوع الا ليله الدخله. ليله الدخله اللي انا بتجمع بين الصفتين الذكر والانثى، وعملت محضر مورخ في الشرطه لاثبات اقوالي، وقامت الشرطه بيبعتوا ارسالوا الى النيابه الجهه المختصه. ولينا ذلك انت بتطالب يعني برضو يعني شايف طلباتك اللي انت بتقول ان انا مش عايز حاجه. مش عايز بس هم يتنازلوا عن مش عايز القضايا اللي هم انا مش عايز مقامه ضدك. انا برضو مش عايز حاجه منهم، لكن هم اشتكونا ظلما اللي انا ما دخلتش بيها دخله. مفيش دخله شرعيه، الطب الشرعي هيثبت ذلك. انا ما دخلتش بيها دخله، ولكن النيابه لو دورت على حاجتين. جهات التحقيق طبعا هتفصل. جهات التحقيق لو نظروا نظره واحده بس في الاوراق ان شاء الله، يعني انا نثق فيها وانها طبعا تفصل. طبعا انها تفصل ان شاء الله. بس انا تقارير الطبيه بتقول ان انا داخل في شهاده جسيمه الجواز 21/8، وتقرير الطبيب تامر حنفي بيقول 30/11، يعني بعد ميعاد فرحي ب 100 يوم، يعني 3 شهور و10 ايام. معنى كده اللي انا ما دخلتش بيها دخله شرعيه. انت ما دخلتش بيها دخله شرعيه؟ ما دخلتش بيها. ومن هنا بدا الخلاف اصلا كمان، يعني انت كنت قلت مفيش غشاء بكاره اصلا. لا، ومن هنا بدا الخلاف اللي مفيش غشاء بكاره اصلا. ومن هنا بدا الخلاف لما اكتشفت ان هي محمد. انت اكتشفت ان هي محمد بعديها لما جيت دورت بقى. بعد ما دورت. بس انت ما دورتش فتره الخطوبه. لا طبعا دورت بعد ما اكتشفت ان هي ولد. لو قبل الخطوبه كنت زمان عرفت كنت هبعد، الا خلينا اتجوز. ولا حد قال لك؟ لا لا حد قال لي حاجه زي كده خالص والله، ولا اعرف حاجه خالص. ولكن انا واثق في القضاء ان هو قضاء طبعا بنصف عادل في القضاء المصري، السيد النائب العام والسيد وزير العدل، ناس قضاء كل فجر الاحترام والتقدير. ف
باقي الاحترام لهم كلك طبعا. فانت عايز يعني ايه انت يعني بتعرض ان انت متنازل عن كل حقوق. اه طبعا انا ما نزلتش حاجه منهم مقابل ان هم يتنازلوا عن القضايا المقامه. بعت لهم على البلد الخط كله، تعالوا خدوا حاجتكم من بقالي سنتين ثلاثه ببعت لهم، مش عايزين ياخدوها. بيقولوا لا ده انا هناخدوا الجامعه كامله متكامله، يا يعني كده يا تاخد البنت لان انت كده عايز تفضحنا. طب انا اخد واحده اعيش بيها ان انا ما اخشش بيها. هل بعد ما اكتشفت ان هي طبعا يعني انت ان هي زوجتك كانت يعني بتجمع بين الصفتين تزوجت بعديها؟ ما انت طبعا ما تزوجتش في المره الاولانيه. لا لا انا طبعا في الاول ما شفتش جواز، انا اتجوزت من 3 شهور. ما فرحتش؟ عشان ما فرحتش. اه عشت 5 سنين عذاب من خطوبه اللي جاري ورا منه في المحاكم بهدلوني احلى بهدله الناس ديت. لسه متجوز من 3 شهور وربنا عوض عليا بانسانه محترمه جدا ومريحانه وعشت سعيد وشفت ربنا عوض صبرك خير وشفت يعني. فرق السماء ما بين السماء والارض زي ما بيقولوا. وزوجتي ست ليسانس دراسات اسلاميه شعبه قانون، لذلك بعد ما اتجوزتها بتتحكم. حايل عليا ان ادوم عزالهم وبعت لهم برضو اي جو عزالهم، راحوا برضو تجبروا عني عليها في القانون ظلما. هم طبعا ما حدش طبعا تجبر بالقانون طبعا. هم نصف في عداله القانون، نصف بالقانون طبعا. هم بيظلموني الطرف الثاني ده بيظلمني تجبرا منه ليه؟ اللي هو عايز تقول بقى انه عشان القايمه والنفع والمتعه. فطبعا يعني انا جايب بثلاث ارباع القايمه، هم مالوش الا حاجات بسيطه جدا وانا بديهم الحاجات وزياده. هم عايزين ياخدوا حاجتي انا الشخصيه ليه؟ انا جايبها بديه. انا لسه لحد النهارده بسد في اقتصاد الحاجات ديت بالديه بايصالات امانه. يعني حرام ان انا اظلم الظلم الوحش ده، حرام. انا عايزين حكم الله بس، حكم طبعا نصر. الله يدافع عن الذين امنوا، احنا مش عايزين يرضى ربنا لا اقصر ولا اقل. طبعا نثق زي ما قلنا يعني طبعا في القضاء طبعا وجهات التحقيق انها تفصل في هذه القضيه. بس انا عايز فصل قضائي بس وطب شرعي يحدد كلامي اللي في الاوراق، مش طلب اكتر من كده. ولذلك برضو بعد الطب الشرعي والقضاء ان طلع لي حق انا برضو بديهم حاجتهم مش عايزه. ما يلزمنيش انت متنازل عن كل حقوق، ما يلزمنيش. انا قلت لهم ياخدوا حاجتهم، القضاء لو طلع لي حق انا هديهم برضو حاجتهم، ان قالوا انا مش جاي هديهم حاجتهم، ما يلزمنيش. عايز تقول حاجه ثانيه قبل ما نختم؟ لا انا بتقدم كل الشكر للسيد المعالي النائب العام ووزاره العدل وكل الجهات المختصه، السيد المسؤولين ان هم يفصلوا لي بقضيتي ويساعدوني، لان انا ما ظلمتش واوراقي سليمه وكل شيء سليم. وحتى بصرف النظر عن اوراقك يعني احنا قلنا بقى اللي يفصل بقى لجهات التحقيق والاطباء المتخصصين في طبعا ذلك يعني طبعا. يعني طبعا احنا مش جهات تحقيق، انا راضي ومش اطباء. ثقتي لابعد القضاء المصري طبعا، القضاء المصري طبعا، سياده النائب العام من الشخصيات المحترمه اولا واب لينا بنثق طبعا في القضاء طبعا. يعني مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناه، وبقدم كل الشكر للسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، يعني طبعا كان معانا قصه الشاب يسري شوي اللي طبعا اكتشف في ليله الدقله ان زوجته كانت ولد او كانت راجل واجرت عمليه تحويل انثى. طبعا وبقول ان هو طبعا يعني يعني الجلسات العرفيه حكمت له بحقوق وتنازل عنها مقابل يعني ان كل واحد بياخد حقه وخلاص، يعني ان هم خلاص يعني كل طرف يروح لحاله، لكن هم طبعا رفضوا عايزين كل المنقولات الزوجيه. طبعا يسري طرف في القضيه، وهناك طبعا طرف ثاني هو الزوجه، وطبعا لها حق الرد، ونحن طبعا لسنا جهه تحقيق في القضيه، هناك جهات تحقيق بتفصل في القضيه التي يعني قيد التحقيقات، جهه التحقيق طبعا ونثق في جهه التحقيق، هناك طبعا هناك اطباء متخصصين يفصلون في هذه القضيه، ويعني طبعا والطرف الاخر هو الزوجة لا حق الرد، طبعا حق الرد مكفول للطرف الثاني وهي الزوجة، ونحن لسنا طرف في هذا الخلاف. ويعني طبعا زي ما عرض بقى يعني يسري قصته، فطبعا حبينا طبعا يعني ننوه على هذه النقاط الهامة ان يسري هو طرف والزوجة طرف ولا حق الرد وحق الرد مكفول، وهناك طرف طبعا بيفصل في القضية وهي جهات التحقيق، القضية قيد التحقيقات، و طبعا الاطباء المتخصصون هم من يفصلون في هذه القضيه. يعني طبعا حتى لو هو كان بيزعم انها تجمع بين صفتي الذكر والانثى، طبعا الاطباء هم اللي يفصلوا مش انا طبعا، لاننا لسنا اطباء. شكرا لكم.